بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهاردة هنبدأ مع بعض أول درس في سلسلة دروس بتتكلم عن ريسيرش ميثودولوجي. عايزين نتكلم عن ريسيرش. يعني إيه كلمة ريسيرش؟ يعني إيه كلمة ريسيرش؟ Research is a systematic way of collecting data about any problem. عملية ممنهجة أو طريقة ممنهجة عشان أجمع بيها معلومات عن مشكلة معينة. مشكلة معينة. طيب البروسيس دي عبارة عن إيه اللي هي الريسيرش دي؟ البروسيس بتاعت الريسيرش دي بتتكون من حاجة اسمها collecting تجميع، analyzing إن أنا أحلل، interpreting افسر او اقرا الداتا اللي انا جمعتها. طيب عشان ايه كل ده؟ عشان اجاوب على المشكله، حل المشكله او اجاوب على السؤال. يبقى الريسيرش عباره عن سيستماتيك واي تو كولكت داتا اباوت اني بروبلم، وهي عمليه ممنهجه بتتم فيها ثلاث حاجات: كولكتنج، انالايزنج، انتربريتنج للانفورميشن عشان اجاوب على السؤال. يبقى احنا عندنا دلوقتي لو اتكلمنا هنقول ان في بروبلم او في سؤال، في بروبلم او كويشن، اهو في سؤال او مساله او مشكله، هعمل لها تجمع للداتا وهحلل الداتا اللي انا جمعتها وهفسر الداتا دي او هقراها عشان احل المشكله او اجاوب على السؤال. يبقى الريسيرش عباره عن بروبلم او كويشن، ده بنعمل فيه collecting أو analyzing أو interpreting، يعني إن أنا أفسر، أجمع وأحلل وأفسر وأقرأ الداتا اللي أنا جمعتها عشان إيه؟ عشان أحل البروبلم دي، solve the problem أو answer the question. خلاص يا جماعة؟ تمام كده؟ تمام. ليه research؟ ليه بنعمل research؟ ليه بنعمل بحث؟ ليه بنعمل أبحاث وبنعمل دكتوراه وبنعمل ماجستير وبنعمل رسالة وبناخد نقطة بحثية وندرس فيها؟ طب ما احنا نصحى الصبح نشرب شاي ونفطر ونروح العيادة نعالج العيانين. طب انت هتعالج العيانين ازاي؟ مين اللي هيديك المعلومات عن علاج العيانين؟ الريسيرش. يبقى انت حضرتك ما تقدرش تستغنى عن الريسيرش. يعني حضرتك لما بتروح عيادتك وتعالج عيان عنده جينجيفال ريسيشن، عنده انفلاميشن، عنده جينجيفايتس، عنده بيبيكال ليجن، عنده كيرز، هو مين اللي اداك اصلا فكرة العلاج؟ هو البحث، الابحاث اللي احنا تمت واحنا عملنا عليها ابحاث، المرض ده عملنا عليه ابحاث ولقينا ان احسن وسيله ان هو يتعالج كذا. فليه الريسيرش؟ ايه السبب ان احنا بنعمل ريسيرش؟ It is an integral part of your practice. يعني ده جزء من حياتك العمليه، جزء من حياتك العمليه. انا قاعد في العياده بعمل عمليه بحث، يعني انا قاعد في عيادتي بعالج الناس وبعمل عمليه بحث، هنشوف حالا ازاي. It is a way to gather and a scientific evidence for your practice. بجمع بيه scientific evidence، وهنتكلم عن الحاجتين حالا. يبقى لما يقولك ليه أسباب الريسيرش هتقوله ده جزء من حياتي العملية. It's an integral part of your practice, of my practice. It's a way to gather a scientific evidence for your practice. طب نشوف كده. أول حاجة، يعني إيه هو integral part of my practice؟ يعني إيه؟ الريسيرش ده طريقة للتفكير، a way of thinking، a way of thinking، يبقى هو طريقة للتفكير. طيب يعني بفكر في ايه؟ بفكر في حاجات كتيرة، بفكر في حاجات كتيرة في my professional work. انا مثلا كدنتست او اورال هيجينست او بريزونتست، يعني اي حاجة من الحاجات دي، بفكر كل يوم كم واحد عنده جم بروبلم، كم واحد عنده جنجفايتس، كم واحد عنده بيردونتايتس، كم واحد بيستخدم توز بيست، كم واحد بيستخدم ماوس بوش. انا نفسي عايزه اجاوب على الاسئله دي في عيادتي في المكان بتاعي. يبقى هو ده ايه؟ جزء من ايه؟ من البراكتس بتاعي، مش كده؟ الدكتور بتاع الاوبرتيف كميه الكيرز، الانستنس بتاع الكيرز قد ايه؟ الدنتال كيرز اسبابه ايه؟ كل دي جزء من البراكتس بتاعك في العياده. كل الاسئله اللي بتحوم حوالين شغلك في العياده ده ريسيرش، ده ريسيرش. تاني حاجه بيقول لك ان هو طريقه واحده، طرق يعني احدى الطرق
او طريقه لجمع ال scientific evidence بتاع الماي براكتس بتاعي. يعني ايه evidence based dentistry؟ الطب الاسنان المبني على الادله. evidence based dentistry طب الاسنان المبني على الادله is defined as an approach to integrate the best available evidence to guide our decision related to providing the best possible treatment to the patient. يعني ايه الكلام ده؟ evidence based dentistry. العالم كله مفيش دكتور بياخد قرار كده دلوقتي في علاج اي حاجه او يحيد عن قرارات، يعني بيألف قرار من دماغه، لا. الناس كلها عايشه على حاجتين: evidence based dentistry و clinical guideline. clinical guideline يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هم عايزين مثلا يشوفوا الكيرس، مثال بسيط جدا، او بلاش الكيرس، الجنجفايتس، خلينا مثال قريب من البيريو او الكيرز، احنا مفيش مشكله كلها ابحاث. واحد عنده جنجفايتس فجابوه وقالوا له اغسل سنانك، اعمل ريموف للدنتال بايوفيل. الراجل غسل سنانه، الجنجفايتس راحت. ده بحث. طيب وبعدين عملوا ابحاث تانية لقوا نفس النتيجه، ابحاث ثالثه لقوا نفس النتيجه. يبقى كذا بحث في المجال ده، في السؤال ده، ادى نفس النتيجة. يبقى انا عندي ايفيدنس، عندي دليل على ان البايوفيلم هو سبب الايه؟ الجنجفايتس. خلاص انا عندي ادلة. طب الادلة دي جات لك منين؟ جات لي من كتر الابحاث اللي انا عملتها. طب والابحاث دي دلتك على ايه؟ او جايد لايه؟ جايد ان انا لو شلت الدنتال بايوفيلم هيشيل ايه؟ الجنجفايتس. فاداني برضك ايفيدنس على التريتمنت، عمل لي جايد لاين. يبقى في evidence based dentistry معتمدة على الطب المبني على الأدلة، على دليل. بيقولك الأمريكان دينتال أسوسيشن قالت إن الـ evidence based dentistry ده عايز ثلاث حاجات. خلي بالك من كويس قوي من الكلام ده، ثلاث حاجات. طب إيه هما الثلاث حاجات؟ أول حاجة، حاجة اسمها clinical relevant scientific evidence. clinical relevant scientific evidence. تاني حاجة، الكلينيكال اكسبيرينس بتاعت الدنتست. الدنتست عنده كلينيكال اكسبيرينس. يعني ايه؟ مثلا انا جات لي حالة جنجيفال ريسيشن ميا كلاس 1، عملت لها كوروني ادفانسد فلاب، نجحت. الحالة اللي بعدها نجحت. يبقى من الكلينيكال اكسبيرينس بتاعتي دي انا شايفة ان ميلر كلاس 1 بقى جنجيفال ريسيشن، لابيال جنجيفال ريسيشن او بقى جنجيفال ريسيشن بيتعالج بيه الكوروني ادفانسد فلاب. يبقى انا عندي كلينيكال اكسبيرينس. لو شفت حاله اقول ده انا قبل كده عالجتها، دي كلينيكال اكسبيرينس ليا، فممكن تنجح معاها العلاج ده. وكمان في حاجه مهمه جدا، الريسيرش اللي اتعملت. هو يقصد ايه بالكلينيكال ريليفانت ساينتفك ايفيدنس؟ ساينتفك ايفيدنس دي المقصود بيها الريسيرش اللي اتعملت. يعني واحد عالم اوثر عمل علاج عن الجنجفر ميلر بلس 1 بقى جنجفر سيشن ولقاها ان كون ادفانس فلاب بتعالجها، فدي ريسيرش اتعملت. وانا كلينيكال اكسبيرينس. وفي حاجه مهمه جدا، يعني لو الاثنين دول انا شايفه ان انا هعمل له عمليه وهتنجح والبيشنت مش عايز يعمل عمليه، مش هعمل العمليه. البيشنت تريتمنت نيدز اند بريفيرنس. يعني ايه بريفيرنس؟ يعني اللي البيشنت عايزه، اللي البيشنت عايزه. يعني مثلا بيشنت جاي لي بقول له انا هشيل لك ميلر، عنده كيرز كلاس 1، فهو بيقول لك انا عايز احشي الضرس، فانت تقول له ايه؟ احنا هنعمل لك كومبست عشان كومبست احسن وشكله احسن ومش هيبان خالص واكنك مش عامل حشو وكويس، وهنضطر مش هنضطر نعمل البريباريشن بتاع الانفيزف بتاع الامالجام. يقول لك لا انا عايز امالجام، مع ان انت واخد ايفيدنس من الريسيرش ان الكومبوزيت احسن من الامالجم، وان كلينيكال اكسبيرينس بتاعتك الكومبوزيت احسن من الامالجم في الاستاتيك، بس هو بيقول لك انا عايز امالجم. هتقول له لا انا هعمل لك كومبوزيت غصب عنك؟ لا، هتعمل له امالجم. ففي ثلاث حاجات، وانا باخد الديسيجن بتاعي الحكيم اللي انا باخده لازم اخلي بالي منهم: البيشنت عاوز ايه؟ الساينتفك ايفيدنس، الريسيرش اللي اتعملت في المحتوى ده او في المشكله دي،
والكلينيكال اكسبيرينس بتاعت الدنتست. ده مثلا جايد لاين، الناس كلها عندها جايد لاين، الناس كلها عندها جايد لاين. بيقول لك لما تيجي تعمل كراون لينسنج بروسيدجر، انا جايباها عشان اقول لك الكلينيكال جايد لاين. طب لما تيجي تعمل كراون لينسنج بروسيدجرز بيقول لك عندك حاجتين، لا اما في كيراتينايزد تيشو او ما فيش كيراتينايزد تيشو، لا اما في كيراتينايزد تيشو لا اما ما فيش كيراتينايزد تيشو. يعني هبص على الحاله، هبص الاقيها فيها كيراتينايزد تيشو. طب هبص بقى على حاجه تانية، هل البون الكريستال بون قريب من السمنتو انامل جنكشن، قريب من السمنتو انامل جنكشن، ولا الكريستال بون بعيد عن السمنتو انامل جنكشن؟ لو هو قريب من السمنتو انامل جنكشن، يعني اقل من 2 مللي، هعمل فلاب واوسيس، هشيل بون عشان اعمل بيولوجيكال ويتس. طب لو كان كبير وبعيد عن الكريستال بون، السمنتو انامل جنكشن بعيد عن الكريستال بون، هعمل جنجيفكتومي او جنجيفوبلاستي بس. طيب لو انا عندي كراتينايزد تيشو، مفيش كراتينايزد تيشو، والسمنتو انامل جنكشن بعيد عن البون، بعيد عن البون، بعيد يا جماعه، اكبر من او يساوي 2 مللي، بعيد عن البون، هعمل ابيكال بوزيشن فلاب. طب لو كان قريب من البون، المسافه قريبه، هعمل ابيكال بوزيشننج فلاب وهعمل قصص اشيل بون عشان اعمل بيولوجيكال ويتس. الرسمه اللي قدامكم دي اسمها الجوريزم. هما بقى عايزين يحولوا الطب كله للمنظر اللي انت شايفه ده، لالجوريزم. يعني هو عايزك لما تيجي لك حاله يبقى العنوان بتاع الحاله فوق اهو، وبعدين يعملوا لك الجوريزم. الجوريزم تعني ستيبس، تعني ستيبس، يمشي في ستيبس، البحث او الحاله او علاج الحاله يمشي في ستيبس. فيها كراتينايز تيشو هروح هنا، ما فيهاش هروح هنا. طب فيها كراتينايز تيشو والسمنتو انامل جنكشن بعيد عن البون، هعمل جنجيفكتومي. طب قريب من البون، فلاب واوسيس، هشيل اوسيس عشان اعمل بيولوجيكال ويتس. طيب وهنا، هنا مفيش كراتينايز تيشو وهي بعيده، السمنتو انامل جنكشن بعيد، هعمل ابيكال بوزيشن فلاب. قريب، هعمل ابيكال واوسيس عشان خاطر اعمل البيولوجيكال ويتس الجديد بتاعي. فده اسمه الجوريزم ستيبس، بتعدي بمراحل، وهم عايزين يحولوا الطب كله لهذا المنظر. يبقى الايفيدنس بيز بتاعتي مرتبطه بثلاث حاجات: الريسيرش، الكلينيكال اكسبرتيز بتاعتي، البيشنت بتاعت الدكتور، اقصد مش البيشنت طبعا بتاعت الدكتور، والبيشنت فاليوز، البيشنت عايز ايه؟ البيشنت عاوز ايه؟ إيه، عملوا حاجة هرمية كده وحطوا فيها أنواع الاستاديز، أنواع الاستاديز. هو أنا أي استادي كده أخدها إيفيدنس بيس، مش إحنا قلنا من 100 ثانية إن الإيفيدنس بيس بتاعي معتمد على الريسيرش والكلينيكال إكسبرتيز والبيشنت فاليوز، صح كده؟ إنه إحنا لسه متكلمين حالا. طب الريسيرش دي أي ريسيرش أخدها إيفيدنس بيس؟ أي ريسيرش؟ لأ، أقف بقى، أقف. الناس كلها صنفوا الاستاديز اللي موجوده على شكل هرمي، تايبز اوف ستاديز على شكل هرمي. اقل نوع من الاستادي ان فيترو، اللي بتتم خارج الانسان او الحيوان في المعمل، يعني بتروح المعمل تعملها، تاخد بايوبسي، تاخد تيشو، تعمل حاجات على تيشو، تشوفها تحت الميكروسكوب، ده اسمه ان فيترو. او تاخد سنه اكستراكتد وتحط فيها امالجم وتشوف الاسترنس بتاعها، وحاجات كده ان فيترو، يعني كل ده ان فيترو، يعني مش داخل جسم الانسان. وده انا عمري ما اخده كريفرنس ليا، مستحيل. انيمال ريسيرش تاني حاجه اقل برضك من الحاجات القليله في الايفيدنس بيز، ان انا ما اقدرش اخدها كريسيرش، لان الانسان بيختلف عن الانيمال، لان دي سبيشيز ودي سبيشيز تانيه، وممكن التريتمنت هنا مختلف عن التريتمنت هنا. الايدياز والايديتوريالز والاوبينيون، رأي، لا طبعا انا ما اخدش براي حد، انا ما اخدش براي دي بردك حاجه قليله قوي، استاذ قليله قوي، ما اقدرش اخد بيها. كيس ريبورتس بردك ما اقدرش اخد بيها، ده كيس واحده، كيس اتسجلت. كيس سيرز مجموعه من الاستاذز مع بعضها، يعني خمسه سته بدل واحده، لا طبعا ما اخدهاش. كيس كنترول استاذز، ابدا من هنا ممكن افكر اخد. وبعدين كوهارت ستادي، كل ده هيتشرح على فكره بالتفصيل. وبعدين الراندمايز كنترول كلينيكال ترايلز، وهطلعها بره في السهم اهو. دي بقى اللي انا بدور عليها، دي بقى اللي انا اخدها كريفرنس ليا، كريسيرش بدور عليه. سيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسيز، اقوى انواع الاستدي
اللي بتقدم الـ evidence based dentistry، أقوى أنواع الـ study اللي بتقدم الـ evidence based dentistry systematic review and meta analysis. ولو جالي سؤال في الامتحان وقال لك مين أحسن واحد يقدم الـ evidence based dentistry، هو systematic review and meta analysis. عندنا مثال أهو، ده جورنان أهو، عامل oral hygiene instructions and professional control as part of the treatment of discomatic gingivitis systematic review. على طول أخد المعلومات دي على طول على طول، أدام قريت كلمة systematic review meta analysis randomized control clinical trials the evidence ليا، the evidence ليا، على طول أقتنع بالكلام ده وأخدوا evidence based ليا. عاوزين نشوف الطيبز بتاعة الريسيرش، ايه انواع الريسيرش؟ بيقولك في نوعين من الريسيرش، حاجة اسمها objectives، objectives ماشي، inquiry mood، inquiry mood يعني ايه الكلام ده؟ الobjectives يعني اربع انواع، descriptive، correlational، exploratory واكسبلوراري. يعني ايه الكلام ده؟ descriptive يعني بوصف، بتوصف حاجة. correlation يعني في علاقة بينها وبين حاجة تانية. explanatory يعني بتفسر، explain جاي من explain بيفسر. exploratory يعني يكتشف حاجة، اكتشاف، عارفين الكلمة دي اكتشاف. inquiry mode عندنا quantitative research والqualitative research، كمي وكيفي، كمي كوانتيتيف كمي وكواليتيتيف كيفي. هناخد نبذة عن كل واحدة فيها وهنبدأ بالأوبجكتيف ريسيرش. الأوبجكتيف ريسيرش أول نوع منه حاجة اسمها ديسكريبتيف ريسيرش، ديسكريبتيف ريسيرش بوصف، بوصف. طب بتوصفي إيه؟ بوصف سيتويشن، بروبلم، فينومينا، سيرفيس، بروجرام. بمدك بمعلومات، provides information about living conditions of a community, describes attitudes toward an issues يعني مشاكل وبقول عليها حاجات، يعني حالة معيشية للمجتمع بتكلم عنها، بوصف حالتنا، ميسورة الحال، عايشين في شقة كبيرة، حاجة descriptive، حاجة descriptive. الكلية بتاعتنا كلية جميلة ومنظمة، حاجة descriptive. موقف تجاه قضية معينة أو مشكلة معينة، إيشو معينة بتكلم عنها، كله وصف، descriptive، descriptive بوصف situation، problem، phenomena، surface، program. بديكي معلومات عن حالة معيشية للمجتمع اللي احنا عايشين فيه أو موقف تجاه قضية أو مشكلة معينة. طب correlation، الcorrelation دي هي عبارة عن relationship association interdependence between two or more aspects of a situation. يعني مثال، ادينا مثال، مثال اهو بيقول لك ايه العلاقه بين السموكينج واللنج كانسر، ايه العلاقه بين السموكينج والاورال كانسر، ايه العلاقه بين الناس اللي عايشين في ستريس والهارت ديزيز، ايه العلاقه بين الدنتال بايوفيلم والبريدونتال ديزيز. في علاقه، في علاقة. كلمة what، what is the relationship، what is the relationship، what is the relationship between ده وده، في علاقة ولا ما فيش علاقة، X على Y. تمام. الإكسبلناتوري ريسيرش إكسبلين، إكسبلين فسر، فسر هو why، هو why، ليه الاسترس بيأثر بيعمل heart attack، السبب ليه الدايبيتس مانيتس بيعمل بريدونتال ديزيز، طب ليه السموكينج بيعمل اورال كانسر، طب ليه الناس اللي عايشين في اماكن عاليه فوق قمه الجبل عندهم بوليسايسيميا، ليه بيزيد عدد كرات الدم الحمراء عندهم، ايه السبب، هل في سبب؟ الاكسجين قليل فبيزيد كرات الدم الحمراء علشان خاطر يعوض نقص الاكسجين، مش كده يا جماعه؟ مش احنا متفقين على الكلام ده كله؟ يعني في تفسير، يبقى في بحث بيقوم بتفسير، بحث بيقوم بتفسير. الاكسبلوراتوري يعني ايه بقى؟ اكسبلور ايه؟ يعني اكسبلور ايه؟ اكسبلور حاجه انا مش عارفاها، يعني اكسبلور حاجه انا مش عارفاها،
يعني حاجة أنا لسه بكتشفها، في حاجة جديدة وأنا بكتشفها. طيب هل أنا لو عندي دواء جديد، هل أنا أقدر أعمل أجيب 2001 أجرب عليهم الدواء؟ لا حرام، بعمل حاجة اسمها بايلوت ستادي. يبقى البايلوت ستادي دي لها علاقة مع مين؟ مع الاكسبلوراتوري ايه ستادي، خلي بالك، مع الاكسبلوراتوري وستادي. طب البايلوت ستادي دي معناها ايه؟ دول مجموعة صغيرة يعني 10 مثلا، وبطبق عليهم البحث. طب انت بتطبق عليهم البحث ليه؟ اصلا حاجة جديدة، فانا عايز اشوف المشاكل اللي هتقابلني. هل في مشكلة في الميثودولوجي؟ هل في مشكلة في البروسيجرز؟ هل في مشكلة قابلتني فيها حاجة هقدر احلها مع اللارج سكيل، مع اللارج سامبل اللي انا هطبق عليهم بعد كده؟ يبقى البايلوت ستادي دي سمول جروب بطبق عليها بحث جديد انا مش عارفة عنه حاجة لسه، عشان اشوف المشاكل اللي هتقابلني مع العشرة دي عشان احلها مع الناس الكبار، المجموعة الكبيرة اللي هقوم بيها. تمام يا جماعة؟ ده كان الاوبجكتيف بتاع التايبز بتاع الريسيرش اللي هو الاوبجكتيفز. طب الانكويري مود بقى، الانكويري مود حاجتين، كوانتيتيف وكواليتيف. كوانتيتيف يعني كمي، وكواليتيف يعني كيفي. طب قولي لنا مقارنه بينهم. طيب هنا في الكوانتيتيف ده ستراكشر ريسيرش. يعني ايه ستراكشر ريسيرش؟ يعني ليه اوبجكتيف، ليه تولز، ليه بروسيجرز، حاجه ممنهجه، حاجه ممنهجه. لكن اصل الكواليتيف ده ان ستراكشر ريسيرش. يعني ايه؟ يعني الناس ده اقول لك عايز اخد رايك مثلا كواليتيف بقى، ايه رايك في المطعم الجديد ده، بيقدم اكل حلو ولا لا؟ هل ده اسئله منظمه؟ هل يعني لها تولز؟ هل لها بروسيجر؟ كل ما هقابل واحد اقول له ايه رايك في الاكل الجديد بتاع المطعم؟ المكرونه احسن ولا الرز احسن؟ فده مش ستراكشرز، مش ستراكشرز ريسيرش، دي حاجه كده عايمه واخدين بالكم. لكن الكوانتيتيف لا، ليه اوبجيكتيف، تولز، بروسيجرز. البيربز، الهدف من الريسيرش ده كمي يا جماعه. تو كوانتيفاي، هعد 1 2 3، وهدي ارقام لفاريشن معينه، لفينومنا، سيتويشن، بروبلم، ايفيدنت. لكن ده ديسكرايب بس، يبقى ده كوانتيفاي وده ديسكرايب، بوصف بس، بوصف. بقول له انت بتحب اللون الاحمر ولا الازرق؟ يقول لي الاحمر. طب احسن لون عندك ايه؟ الاصفر. كله وصف، كله وصف. طب التايب اوف فاريبلز يوزد، خلي بالنا من الحته دي كويس قوي. في حاجه في الكوانتيتيف اسمها ريشو وانتر انتر انترفال، ماشي خلاص يا جماعه. وحاجه في الكواليتيتيف حاجه اسمها نومينال او اوردينال، نومينال او اوردينال. طب احنا عايزين نعرف يعني ايه ريشو، ويعني ايه انترفال، ويعني ايه نومينال، ويعني ايه اوردينال. طب ريشو، خلي نركز قوي في الحته دي. ريشو وانترفال، نخلي بالنا الاول الريشو والانترفال. طيب الريشو يا جماعه الصفر فيه حقيقي، والانترفال الصفر مش حقيقي، احنا مش فاهمين، ما حدش فاهم حاجه. طيب لو دخلت مستشفى وقلت لك لا عدد السراير في المستشفى دي زيرو، معناه ايه ان عدد السراير في المستشفى دي زيرو؟ معناه ايه الكلام ده؟ ان مفيش سراير، الزيرو حقيقي، يعني الحاجه مش موجوده. طيب انترفال بقى يعني ايه؟ احنا عندنا حاجه اسمها السيد المسيح اتولد مثلا وعمل تاريخ حاجه ميلاديه اللي هو قبل الميلاد وبعد الميلاد، عارفين انتوا الكلام ده؟ يعني كان في تاريخ قبل الميلاد، ولما اتولد السيد المسيح قالوا بعد الميلاد. السؤال هنا لو قلت لك زيرو ميلاديه، زيرو ميلاديه، هل الزيرو ميلاديه دي يعني ما كانش في حياه قبل كده؟ لا، كان في حياه، كان في حياه قبل كده، يعني الزيرو غير حقيقي، الزيرو غير حقيقي. لما اقول لك زيرو زيرو درجه مئويه، هل يعني مفيش حراره خالص؟ لا، في حراره بس معناها ان الدنيا ساقعه، بس في ماينس واحد وماينس اتنين وماينس، بس مش زيرو، مش معناها انها مش موجوده، لا موجوده بس مش يعني ايه، مش حقيقي، مش حقيقي. امال يعني ايه نومينال؟ نومينال يعني حاجه لا ترتب، اوردينال حاجه ترتب. يعني مثلا نومينال اقول لك مثلا انت بتحب لون ايه، تقول لي الاحمر، واللي بعدك يقول لي الازرق، ويقول لي الاخضر. انا ما اقدرش ارتب دول، ما اقدرش ارتب الوان، ده اسمه نومينال. طب اوردينال بقى، الاوردينال ده بقى حاجه تانية. عارفين لما بنقول جريد 1
سكوماس الكارسينوما جريد 2 سكوماس الكارسينوما، عارفين اللي هي السيفير والميديوم عارفينها دي، دي اسمها اوردينال. عندنا اشهر مثال الموبيليتي بتاعت السنين، مش بقول لك جريد 1 موبيليتي، جريد 2 موبيليتي، جريد 3 موبيليتي، فاكرين الكلام ده؟ دي اوردينال. مش بيقول لك هو بيقسم الايدج جروب من 1 ل 20 سنه، ومن 20 سنه ل 40 سنه، من 40 سنه ل 50 سنه، ما هي مرتبه اهي وقسمهم لجروب، دي اسمها اوردينال. يبقى تاني في حاجه اسمها ريشيو، انترفال، نومينال، واوردينال. الريشيو والانترنال دي مع الكوانتيتيف، والنومينال والاوردينال مع الكواليتيتيف. الريشيو والانترفال دي الريشيو الصفر حقيقي، الانترفال الصفر مش حقيقي، مش معناه انها مش موجوده، ما كانش كان في حياه قبل الميلاد، بس زيرو دي ما تعرفش ان ما كانش في حياه او الحياه بدات زيرو، لا ده في قبل الميلاد وبعد الميلاد. نومينال ما اقدرش ارتبها، واوردينال سكيل اقدر ارتبه. تمام، باخد الناس في جروب بعمل لها جريد. ريبليكيشن، هل انا اقدر هنا ريبليكيت البحث؟ اقدر اعمل له ريبليكيشن، لان اصلا التولز والاوبجكتيف والبروسيجرز معروفه والناس عارفاها، لكن هنا اقدر اكرر البحث؟ مستحيل، مستحيل البحث يتكرر، مستحيل. انا انزل الشارع اقول لهم ايه رايكم في المطعم، ايه اخبار الدنيا، ايه الحاله المعيشيه، كويسين حالتكم الماديه، الاكل غلي، مش عارف ايه، كلام يعني كلام عايم، مش كده؟ كلام عايم. ده بيوصف حاله معيشيه، وصف، ديسكرايب، ديسكرايب. اكزامبل هنا مثلا انا تو سي ذا اكستنت اوف هيلثي بروبلم، بشوف نسبه حدوث الجنجفايتس مع ايجيبشن بيبول مثلا، بنزل اسجل ده عنده ده عنده، باخد ارقام، مش كده؟ بقول 50% عندهم جنجفايتس، مش كده؟ بشوف بعمل انترفنشن، بدي دواء وبشوف تاثيره، خفت ولا ما خفتش. يبقى انا ده الاكزامبل بتاع الكوانتيتيف. اما الكواليتيتيف لا، ده الناس بتقول رايها، الناس بتقول رايها، ديسكرايب حاجه معيشيه، حاجه مش بروبلم، مش عارف ايه، ناس بتقول رايها، مش مبني على حاجه عدديه، مش مبني على حاجه عدديه. يبقى الكوانتيتيف ريسيرش ستراكشرد كوانتيفاي، بيتعد ريشيو او انترفال سكيل كان بي ريبليكيتد. الثاني ان ستراكشرد ديسكرايب نومينال اور اوردينال سكيل كان نوت بي ريبليكيتد. Define the following research, explanatory research, exploratory research, with correlation research. Mention two difference between quantitative and qualitative research. لو جينا نحل الأسئلة بتاعت الـ MCQ دي، what is the relation between stressful living and the incidence of heart attack؟ إيه العلاقة؟ أدام في علاقة يبقى correlation، معروفة دي علاقة relation، يبقى correlation. لو لقيت what معناها what إيه؟ هو بتحكي عن ايه؟ زي ما احنا قلنا what is the most preferable method of contraception used by females in Egypt. هم مش عارفين، هم مش عارفين what ايه هي احسن وسيله او الميثودز بتاعت الكونتراسبت، مش عارفين. exploratory what is the relation between dental black and periodontal disease. ايه العلاقه بين ده وده؟ correlation. why stressful living results in heart attack. ليه؟ why. explain، مش كده؟ explain، مش كده يا جماعة؟ مش احنا قلنا كده؟ صح؟ اهو اهو زي ما قلنا، ده بيكتشف حاجة جديدة اهو، ده في correlation، ده correlation، وده explanatory. خلاص يا جماعة، تمام، شكرا لحضراتكم، وقابلكم في المحاضرة التانية ان شاء الله قريب.